بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية وما أنزل، أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين. قال القرطبي رحمه الله: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل، أي السحر، على الملكين. وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله هاروت وماروت بدلاً من الشياطين. قال: وصح ذلك إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين، فما في قوله فإن كان له إخوة أو يكون لهما أتباع أو ذكرا من بينهم أو ذكرا من بينهم لتمردهما، فتقدير الكلام عنده تعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سواه. وروى ابن جرير رحمه الله بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يقول: لم ينزل الله السحر. وبإسناده عن الربيع بن أنس رحمه الله في قوله وما أنزل على الملكين قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير رحمه الله: فتأويل الآية على هذا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهم السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر، أعوذ بالله، على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود عليهم السلام، فأكذبهم الله بذلك. وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل بلد، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت. فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم، هذا لفظه بحروفه.
وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثت ولم يذكر من حدثه عن عبيد الله بن موسى، أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية: وما أنزل على الملكين؟ قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. حدثنا الفضل بن شاذان، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يعلى يعني ابن أسد، حدثنا بكر يعني ابن مصعب، حدثنا الحسن بن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزة كان يقرأها: وما أنزل على الملكين، على الملكين داود وسليمان. وقال أبو العالية رحمه الله: لم ينزل عليهما السحر. يقول: علم الإيمان والكفر، فالسحر من الكفر، وهما ينهيان عن أشد النهي. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ثم شرع ابن جرير رحمه الله في رد هذا القول، وأن ما بمعنى الذي، وما أنزل على الملكين، قال: ما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمر به. وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأها: وما أنزل على الملكين، ويقولهما على الملكين، ويقولهما عليان من أهل بابل. ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء في قوله: وما أنزل على الملكين، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وينزل لكم من السماء رزقا. وفي الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن أبزة والضحاك والحسن البصري رحمهم الله أنهم قرأوا: وما أنزل على الملكين بكسر اللام. قال ابن أبزة: وهما داود وسليمان عليهم السلام. قال القرطبي: فعلى هذا تكون ما نافية أيضا. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: يعلمون الناس السحر، وما نافية. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، وسأله رجل عن قول الله تعالى: يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال الرجل: يعلمان الناس السحر ما أنزل عليهما، أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما. فقال القاسم: ما أبالي أيتهما كانت. ثم روى عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن القاسم رحمهم الله قال في هذه القصة: لا أبالي أي ذلك كان، إني آمنت به. وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء، وأنهما أنزلا إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، كما سنورده إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة عليهم السلام أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما، فلا تعارض حينئذ
فما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. وفي قوله إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. وقد حكاه القرطبي رحمه الله عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وكعب الأحبار والسدي والكلبي رحمهم الله. ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة عليهم السلام أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض وننظر كيف يعملان. قالوا بربنا هاروت وماروت وأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة نجم امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك. فقال والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي. فقال لا والله لا نقتله أبدا. ثم ذهبت فرجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها قالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتلا الصبي. فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان رحمه الله في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء. روى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك رحمهم الله. وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب رحمهم الله. وروى له أبو داود وابن ماجة رحمهم الله. وذكره ابن أبي حاتم رحمه الله في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردوية رحمه الله حدثنا دعلج ابن أحمد حدثنا هشام بن علي بن هشام حدثنا عبد الله بن الرجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بطوله. وقال أبو جعفر بن جرير
رحمه الله، حدثنا القاسم، حدثنا الحسين وهو سنيد ابن داود صاحب التفسير رحمه الله، حدثنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع قال: سافرت مع ابن عمر رضي الله عنهما، فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع انظر طلعت الحمراء نجم. قلت: لا، مرتين أو ثلاثة. ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحبا بها ولا أهلا. قلت: سبحان الله، نجم مسخر سامع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة عليهم السلام قالت: يا ربي كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يألوا جهدا أن يختاروا، فاختاروا هاروت وماروت. وهذان أيضا غريبان جدا، وأقرب ما في هذه الربا في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كعب الأحبار، يعني عن رواية بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل إن وافق الكتاب والسنة يقبل، وإن خالف يرد، وإن كان ليس فيه شيء فنحكيه، ولكن لا نعتمد عليه، لأن الله أخبرنا أنهم حرفوا وبدلوا. وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كعب الأحبار، عن أخبار بني إسرائيل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال عبد الرزاق رحمه الله في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن كعب، أي كعب الأحبار، قال: ذكرت الملائكة عليهم السلام أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت. قال لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلا، وليس بيني وبينكم رسول، انزلا لا تشركا بي شيئا، ولا تزنيا، ولا تشرب الخمر. قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهي عنه. ورواه ابن جرير رحمه الله من طريقين عن عبد الرزاق به، ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أحمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به رحمهم الله. ورواه ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثنا المثنى، حدثنا المعلى وهو ابن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة، حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكره. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه، مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار من عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم. وأخبار بني إسرائيل ما وافق كتاب السنة يقبل، وما خالف الكتاب والسنة يرد، وما لا يعلم فيحكى ولا يعتمد عليه، لأن الله أخبرنا عن اليهود أنهم حرفوا وبدلوا. ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى، حدثنا الحجاج، حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عمير بن سعد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كانت الزهرة نجم امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت، فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم المتكلم به يعرج به إلى السماء، فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا. وهذا الإسناد جيد ورجاله ثقات، وهو غريب جدا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الفضل بن شاذان
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي خالد، عن عمير بن سعد، عن علي رضي الله عنه قال: هما ملكان من ملائكة السماء، يعني وما أنزل على الملكين. ورواه الحافظ أبو بكر بن مرداية رحمه الله في تفسيره بسنده عن مغيث عن مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه مرفوعا، وهذا لا يثبت من هذا الوجه، من سنده غير صحيح. ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الزهرة نجم، فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت. وهذا أيضا لا يصح، وهو منكر جدا، والله أعلم، سنده لا يصح. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى بن إبراهيم، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا جميعا: لما كثر بنو آدم وعصوا، دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال: ربنا لا تهلكهم. فأوحى الله إلى الملائكة عليهم السلام: إني أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم، ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا. فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم، اختاروا هاروت وماروت، وهبطا إلى الأرض وأنزلت الزهرة نجم إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخت. قال: فوقع في الخطية، فكانت الملائكة عليهم السلام يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلما وقع بالخطية استغفروا لمن في الأرض: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختاروا عذاب الدنيا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد رحمه الله قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلامه: انظر، طلعت الحمراء عن النجم، لا مرحبا بها ولا أهلا، ولا حياها الله، هي صاحبة الملكين. قالت الملائكة عليهم السلام: يا ربي، كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض؟ قال: إني قد ابتليتهم، فعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إني مهبطكما إلى الأرض، وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. وأهبطا إلى الأرض، وألقي عليهم الشبق عن الشهوة، وأهبطت لهم الزهرة في أحسن صورة، في أحسن صورة امرأة، فتعرضت لهما، فراوداها عن نفسها، فقالت: إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثلي. قال: وما دينك؟ قالت: المجوسية، أعوذ بالله. قال: الشرك هذا شيء لا نقر به. فمكثت عنهما ما شاء الله، ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها، فقالت: ما شئتما، غير أن لي زوجا وأنا أكره أن اطلع عليها على هذا مني فأفتضه. فإن أقررتما لي بديني وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلت. فأقرا لها بدينها، أعوذ بالله، وأتياها فيما يريان، ثم صعدا بها إلى السماء. ولما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما، فوقعا خائفين نادمين يبكيان. وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين
عليه السلام، فإذا كان يوم الجمعة أجيب، فقال لو أتينا فلانا فسألناه وطلب لنا التوبة فأتياه، فقال رحمكم الله كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء؟ قال إنا قد ابتلينا، قال ائتياني يوم الجمعة فأتياه، فقال ما أجبت فيكما بشيء، ائتياني في الجمعة الثانية فأتياه، فقال اختارا فقد خيرتما إن أجبتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة، وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. فقال أحدهما إن الدنيا لم يمض منها إلا القليل، وقال الآخر ويحك إني قد اطلعت، إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني الآن، إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى، وإننا يوم القيامة على حكم الله، فأخاف أن يعذبنا. قال لا، إني أرجو إن علم الله أن قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة أن لا يجمعهما علينا. قال فاختار عذاب الدنيا، فجعل في بكرات من حديد، البكرة الذي يسحب بها الحبل في البئر، في قليب بئر مملوءة النار، عاليهما سافلهما. وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم في رواية ابن جرير رحمه الله من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفع، وهذا أثبت وأصح إسناد. ثم هو والله أعلم من رواية ابن عمر عن كعب، يعني من أخبار بني إسرائيل، فما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه، وقوله إن الزهرة اسم نجم نزلت في صورة امرأة حسناء، وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جدا، والله أعلم. وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر، حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله، نعوذ بالله، قالت الملائكة عليهم السلام في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه، وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر، فجعلوا يدعون عليهم فلا يعذرونهم، فقيل إنهم في غيب فلم يعذروهم، فقيل لهم اختاروا منكم من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما، فاختاروا هاروت وماروت، وهبطا إلى الأرض فجعل لهما شهوات بني آدم، وأمرهم الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا، ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر، فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق، وذلك في زمان إدريس عليه السلام، وفي ذلك الزمان امرأة حسناء في النساء وحسن الزهرة في سائر الكواكب، وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها، فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى دينها، سألاها عن دينها فأخرجت لهما صنما، أعوذ بالله، فقالت هذا أعبده، فقال لا حاجة لنا في عبادة هذا، فذهب فغبر ما شاء الله، ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك، فذهب ثم أتيا عليها فراودها على نفسها، فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبد الصنم قالت لهما اختارا إحدى الخلال الثلاث، إما أن تعبدا هذا الصنم، أعوذ بالله، وإما أن تقتلا هذه النفس، وإما أن تشربا هذا الخمر، فقال كل هذا لا ينبغي، وأهون هذا شرب الخمر، فشرب الخمر فأخذت فيهما فوقعا على المرأة، فخشيا أن يخبر الناس عنهما فقتلاه، فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقع فيه خطيئة أراد أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا،
وحيل بينهما وبين ذلك، وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء، ونظرت الملائكة عليهم السلام إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب، وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية، فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض، ونزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنيا فجعلا ببابل فهما يعذبان. وقد رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه مطولا عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهوية عن حكام بن سلم الرازي، وكان ثقة، عن أبي جعفر الرازي به رحمهم الله، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا مسلم، حدثنا القاسم بن الفضل الحداني، حدثنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض، فرأوهم يعملون المعاصي، فقالوا: يا رب، أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي، فقال الله: أنتم معي وهم غيب، وهم غيب عني. فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة، فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض، على أن يحكموا بين أهل الأرض، وجعل فيهم شهوة الآدميين، فأمروا أن لا يشربوا خمرا، ولا يقتلوا نفسا، ولا يزنوا، ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحد، فأقيل، فأهبط اثنان إلى الأرض، فأتتهم امرأة من أحسن الناس يقال لها مناهية، فهوياها جميعا، ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها، فقالت لهما: لا، حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجدا لوثني، أعوذ بالله. فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمر، ثم قتلا، ثم سجدا، فأشرف أهل السماء عليهما. قالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتما طرتما. فأخبراها فطارت، فمسخت جمرة، وهي هذه الزهرة نجم. وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود عليهما السلام، فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فهما مناطان أي معلقان بين السماء والأرض. وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة، والله أعلم بالصواب، يعني فيه كلام، سند فيه كلام. وقال عبد الرزاق رحمه الله: قال معمر، قال قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة، فأهبطا ليحكما بين الناس، وذلك أن الملائكة سخروا من حكام بني آدم، فحكمت إليهم امرأة فحافا لها، ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك، وخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر: قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحر، فأخذ عليهما أن لا يعلمان أحدا حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أسباط عن السدي أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا أي عابا على أهل الأرض في أحكامهم، فقيل لهما: إني أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات فبها يعصونني. قال هاروت وماروت: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلا، فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرة، فاحكما بين الناس. فنزلا ببابل لمباون ثم كان، فكان يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا، فإذا أصبحا هبطا،
فلم يزال كذلك حتى أتتهم امرأة تخاصم زوجها فأعجبهما حسنها واسمها بالعربية الزهرة وبالنبطية لغة بيضخت وبالهارسية أناهيد. فقال أحدهما لصاحبه إنها لتعجبني. قال الآخر قد أردت أن أذكر ذلك فاستحييت منك. قال الآخر هل لك أن أذكرها أم رد لنفسها؟ قال نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر إنا لنرجو رحمة الله. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسها فقالت لا حتى تقضي لي على زوجي يعني بالباطل. فقضيا لها على زوجها ثم وعدتهما خربة من الخرب يعني مكان خراب يأتيانها فيه فأتياها لذلك. فلما أراد الذي واقعها قالت ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها. فأخبراها فتكلمت فصعدت فأنساها الله ما تنزل به فبقيت مكانها فجعلها الله كوكبا. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلما رآها أي زهرة لعنها فقال هذه التي فتنت هاروت وماروت. فلما كان الليل أراد أن يصعد فلم يطيق فعرف الهلكة فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا فعلق بباب البلد وجعل يكلمان الناس كلامهما وهو سحر أعوذ بالله من الفتن. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عليهم السلام عجبت من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب والبينات. فقال لهم ربهم تعالى اختاروا منكم ملكين منزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم فاختاروا فلم يألوا إلا هاروت وماروت. قال لهما حين أنزلهما أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومن معصيتهم وإنما تأتيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب والبينات من وراء أي من الغيب وأنتما ليس بيني وبينكما رسول فافعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذا أي اتركا كذا وكذا. فأمرهما بأمر ونهاهما ثم نزل على ذلك ليس أحد أطوع لله منهما فحكما فعدلا فكانا يحكمان النهار بين بني آدم فإذا أمسيا أرجا فكانا مع الملائكة عليهم السلام وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان حتى أنزلت عليهم الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم فقضيا عليها. فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه. قال أحدهما لصاحبه وجدت مثل الذي وجدت؟ قال نعم. فبعث إليها أن أتينا نقضي لك. فلما رجعت قال وقضايا لها يعني بالباطل فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهما وإنما كانت شهوتهما بأنفسهما ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذتها. فلما بلغ ذلك واستحلا افتتنا طارت الزهرة فرجعت حيث كانت. فلما أمسيا أرجا فزجرا فلم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهما استغاثا برجل من بني آدم فأتياه فقال ادع لنا ربك. فقال كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قال سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. فوعدهما يوما وغدا يدعو لهما فدعا لهما فاستجيب له فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا 9 مرات مثلها؟ فأمر أن ينزل ببابل فثم عذابهما أي هناك عذابهما. وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يسقان بأجنحتهما
وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم رحمهم الله. وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل ما لم يصدق في الكتاب والسنة لا يصدق، وما لم يكذب لا يكذب، ولكن لا نعتمد على أخبار بني إسرائيل، لأن الله أخبرنا أنهم حرفوا وبدلوا. وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. هذا هو الخلاصة، نؤمن بما أخبرنا الله في القرآن على ما أراد، ولا نعلم التفاصيل. وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها وعن أبيها، أنها قالت: قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، اسم بلد، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته، حداثة ذلك أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عن شيء دخلت فيه من أمر السحر، نعوذ بالله، ولم تعمل به. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها أي يفتيها، كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل سنبلد، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر؟ فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي. فأبيت، قلت لها، قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور أي الفرن فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما فقالا: أفعلت؟ قلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئا؟ قلت: لم أرى شيئا. فقالا: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمري. فأربيت وأبيت، فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت؟ فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم أرى شيئا. فقالا: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأربيت وأبيت، فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني، فذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه، فجئتهما فقلت: قد فعلت؟ فقال: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه، فقال: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك. أعوذ بالله، أعوذ بالله.
أعوذ بالله. اذهبي. فقالت: فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت: بلى، لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت، وقلت: أطلعي، فأطلعت، وقلت: أحقري، فأحقلت. ثم قلت: أفركي، فأفركت. ثم قلت: أيبسي، فأيبست. ثم قلت: أطحني، فأطحنت. ثم قلت: أخبزي، فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان، سقط في يدي وندمت. والله يا أم المؤمنين، والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الشيطان. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن الربيع بن أبي سليمان به مطولا وما تقدم، وزاد بعد قولها: ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة، أي قريبة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متوافرون أي كثيرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلم. إلا أنه قد قال لها ابن عباس رضي الله عنهما أو بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك، يعني في برهما وطاعتهما والتوبة إلى الله. قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالظمأ. يعني الفتوى صعبة، يجب تقوى الله ولا يفتي إلا بالدليل. قال ابن أبي زناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكي أهلها حمقى، أي العقلاء لا عقل لهم، وتكلف بغير علم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال. كل ذلك بإذن الله فتنة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التغيير، كما قال الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدل به على أن بابل بلد المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل دنباوند، كما قاله السدي وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن صالح، حدثني ابن وهب، حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار ابن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة، ونهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة، المقبرة لا تصح فيها الصلاة، ونهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن أسى بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى حديث سليمان بن داود. قال: فلما خرج مكان برز
وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود رحمه الله لأنه رواه وسكت عنه أي لم يضعف، ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين. قال أصحاب الهيئة علماء الفلك: وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي، ويقال له أوقيانوس 70 درجة، بين بابل وبين البحر 70 درجة، ويسمون هذا طولا، وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب وهو المسامد لخط الاستواء 32 درجة، والله أعلم. وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما رحمهم الله قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر، نعوذ بالله. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلم خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء، فيقال فيقول: يا حسرتاه يا ويله ماذا أصنع، نعوذ بالله من الشيطان. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال قتادة: كان أخذ عليهما أن لا يعلم أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر، أعوذ بالله من الكفر والباطل. وقال قتادة والسدي رحمهما الله: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له: لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرماد. الرماد هو ما بقي بعد إحراق الحطب. إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له: لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه، وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علمه السحر، فذلك قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعوذ بالله من الكفر. قال سنيد رحمه الله عن حجاج عن ابن جريج رحمهم الله في هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر، وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار. ومنه قول الشاعر: وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام
عن عبد الله رضي الله عنه قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد وله شواهد أخرى. أعوذ بالله من الكفر. وقوله تعالى: فيتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يضران أحدا إلا بإذن الله، الأمر كله لله. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا. كما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، أعوذ بالله، ثم يبعث سراياه أي جنوده في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. فالسحر كفر والعياذ بالله. ولا يضران أحدا إلا بإذن الله. وقوله تعالى قال: والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى كل منهما ولا يجمعان. وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.